يعني خليني انا عايزه اسال حضرتك سؤال مهم جدا، لان يعني ده محتاج الحقيقه ان الناس تطمن للنقطه دي. فكره ان الناس بتقول ان المحلات بتيجي قبل الاوكازيون، ميعاد الاوكازيون الشتوي، وبترفع الاسعار، فبحيث ان هي وقت الاوكازيون ينزل سعر القطعه او المنتج لنفس السعر اللي كان عليه قبل الاوكازيون. فنقطه التشكيك ان الاسعار ما بتتخفضش في الاوكازيون دي بقت نقطه ممكن انها لازم تحتاج الحقيقه لوقفه. فحضرتك بتعملوا ايه علشان فعلا انا محتاجه ان الناس تسمعنا النهارده وتعرف ايه هي الحقيقه، هل ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وكمان معلش يا استاذ احمد استكمالا لكلام فاتن، الكواليتي، في ناس برضو بتعتقد ان لما انا انزل في ثمن المنتج يبقى انا بقلل الكواليتي بتاعه، فانا باخد حاجه كواليتي مش كويسه مقابل السعر اللي المفروض ان هو مخفض. فسواء الاسعار او سواء كان الكواليتي، ايه الدور الرقابي في هذا الامر؟ طيب هو حضرتك احنا من خلال وجودنا في الاسواق رصدنا حاله ايجابيه جدا قبل فتره الاوكازيون، بمجرد بس الاعلان عليه على تترات القنوات الفضائيه كلها ان الساده المصريين كانوا بينزلوا الاسواق وبيشوفوا الاسعار قبل الاوكازيون كانت كام. صحيح، وهو اوريدي بيبقى منقي القطعه اللي هو عايزها لما الاوكازيون بيدخل عليه. صح، وبالتبعية حضرتك لما بيدخل الاوكازيون رسمي على جمهوريه مصر العربيه هم بيروحوا نفس المحل وعلى نفس القطعه اللي هم شافوها قبل كده والسعر بتاعها. فبيلاقوا فيه مصداقيه جديده جدا، وده يدل على شيء، فبيدل على حاجه مهمه جدا. اول حاجه طبعا هو وعي الساده المواطنين انه بقى دلوقتي عارف هو كويس جدا. الحاجه الثانيه برضو نتيجه الحملات التوعويه اللي عملتها وزاره التموين قبل فتره الاوكازيون للساده التجار، وابلاغهم بالملخصات اللي هم ممكن يقعوا فيها عن جهل او عدم قصد، والعقوبات المنتظره نتيجه هذه المخالفات. في وعي جامد جدا عند الساده التجار، واحنا طبعا عارفين ان الاستاد الجار دوت هم داخلين في التنميه المستدامه بطريقه جميله جدا، وهم احد اضلاع التنميه المستدامه جوه جمهوريه مصر العربيه. الحاجه الثانيه برضو بالنسبه للجزئيه اللي حضرتك اثرتها حته الكواليتي. كواليتي وزاره التموين والحملات المكثفه اللي بتنزل في الاسواق مش بس على الاسعار يا فندم، بالعكس يمكن الكواليتي والجوده بتاعت المنتج نفسها، لا دي مهمه جدا بالنسبه للساده المفتشين. واقول لحضرتك كمان على حاجه، الساده المفتش لما بيشك ان القطعه ديت مش كويسه باحدى الاسباب اللي احنا ممكن بنتبعها، لا من حقه بقوه الشك انه يسحب خمس عينات ويتم تحليلها يا فندم. عينه بتبقى عند التاجر وعينه عندنا في الوزاره وفي عينات هنا في المعامل لتحليلها. في حاله عدم وجود جوده جيده لهذا بيتم تحديد الكميه كلها وعرض الامر على وكيل المياه بالعالم. حضرتك قلت ان المواطن بينزل وبيشوف السعر قبل الاوكازيون وبينزل يجيبها بعد الاوكازيون، حضراتكم بقى كدور تفتيش بتنزلوا انتوا كمان تشوفوا الاسعار قبل الاوكازيون ونسب الخصوم ونسبه الخصم بعد الاوكازيون؟ يعني حضرتك سمعتني؟ يا فندم معلش ممكن تعيد السؤال ثاني يا فندم؟ حضرتك قلت لي معلش يا فندم، حضرتك قلت لي ان المواطن بينزل اساسا يشوف السعر بتاع السلعه اللي هو عايزها قبل الاوكازيون وبعدين ينزل يشتريها في الاوكازيون. احنا كدور رقابي بقى، هل بننزل احنا كمان كمفتشين نشوف السلع قبل الاوكازيون اسعارها ايه وبعد الاوكازيون بقت اسعارها ايه ونسبه الخصم صح ولا لا؟ طبعا يا فندم ده دورنا الرئيسي والاساسي. يعني مثلا على سبيل المثال هو من حق الساده المفتش انه بيشوف عند السيد التاجر اول حاجه فواتير البيع من شهر سابق عشان نتاكد من حاجتين مهمين جدا. بنتاكد ان نسبه الخصم الموجوده دلوقتي هي نسبه حقيقيه وليست وهميه. الحاجه الثانيه بقى ودي الاهم، بنتاكد ان البضاعه اللي موجوده دلوقتي في الاوكازيون هي نفس البضاعه اللي كانت موجوده من شهر سابق. يعني في بعض الاقوال اللي كانت متناثره من حوالي عقد فات ان بعض الساده المواطنين يقول لك لا ده هم بيجيبوا بيطلعوا القديم بضاعة مخصوصة اللي هي الشايطة يعني. ايوه لا اصبحت هذه المقولة عارية تماما مساحة دلوقتي يا فندم. لا السادة التجار على وعي تام ان اي مخالفة للقواعد واللوائح المنصوص عليها في القانون او القرارات الوزارية لا بتبقى فيها عقوبات مشددة كمان. طب استاذ احمد انا عايز اعرف، والساده المشاهدين اعتقد برضو ان هم عايزين يعرفوا، هل بقى في معارض اخرى؟ يعني خلاص احنا بنودع اوكازيون الشتاء 2024، فالمعارض القادمه اللي ممكن تقولها لنا يعني في حاجات قريبه جايه؟ احنا دلوقتي حاليا بنصرد على رمضان، يعني شغالين دلوقتي في رمضان على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها بالمحافظات. لكن بالنسبه للاوكازيونات لا، وكده حضرتك كان اخر يوم للاوكازيون هو النهارده، كل عام وحضراتكم بخير ان شاء الله. بننتظر الاوكازيون الصيفي باذن الله في شهر 8 ان شاء الله. جهاز حمايه المستهلك بيعمل ايه مع حضراتكم؟ لا بتبقى فيها فندم حملات مشتركه، بس مش مع جهاز حمايه المستهلك فقط. لا بتبقى فيها حملات مشتركه ثلاثيه بين مديرين على وزاره التموين وجهاز حمايه المستهلك والاداره العامه لشرطه التموين. تبقى في حملات مكبره يا فندم في الاسواق، وخاصه يمكن في الفتره اللي احنا بصددها حاليا دلوقتي الاوكازيون ودخول رمضان عليه والعيد.
برضه ما فكرتوش تمدوا فتره الاوكازيون شويه يا استاذ احمد؟ لان فعلا الناس داخله على العيد، يعني احنا داخلين خلاص الناس بقى بتشتري، وكمان الاخوه المسيحيين على فكره عندهم برضه عيد وعندهم صيام طبعا. فهل ما فكرتوش تمدوا شويه الاوكازيون الفتره مثلا ولو اسبوع كمان الناس تلحق؟ بس انا شخصيا ما نزلتش اشتريت حاجه لسه، ما لحقتش اشتري. طب هو كان فعلا كان اقتراح مد فتره الاوكازيون، احنا كنا من ضمن هدفنا يعني ان الفتره كويسه تمتد ل 21 مارس علشان حاجتين، اول حاجه طبعا عيد الام ست الحبايب طبعا وعيد الام، والحاجه الثانيه ان احنا نكون دخلنا في مضمار رمضان. فاحنا فيها حوالي 10 ايام فاتوا من رمضان، ففي بعض فعلا الاسر المصريه نزلت واشترت احتياجاتها من العيد.